احتفال من نوع خاص، وليست الدار البيضاء لوحدها، وانما الشعب المغربي قاطبة توحد حول قضية جامعة موحدة وهي القضية الفلسطينية. جئنا اليوم نمثل مجموعة من الأطياف السياسية والحقوقية والمدنية للتعبير عن شجبنا وتنديدنا ورفضنا المطلق لزيارة المغني إنريكو ماسياس للدار البيضاء وتنظيم حفل فيما يسمى عيد الحب. الأكيد بالنسبة لنا أن الحب لا يمكن أن يتوافق والجرائم الدموية التي يرتكبها الكيان الصهيوني، وبالتالي الداعم لهذه الجرائم لا يمكن أن يكون فنان ولا محب للإنسانية وللحياة. وبالتالي كان وقفتنا اليوم من أجل التنديد ومن أجل شجب هذه المسألة ورفض أنه مغني من طينة إنريكو ماسياس أن يحضر إلى بلدنا الذي اعتاد أن يخرج في مسيرات مليونية للتعبير عن موقفه المتضامن المبدئي مع القضية الفلسطينية ورفض التطبيع. ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.